أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي، يا وافي يا معافي، يا هادي يا داعي، يا قاضي يا راضي، يا عالي يا باقي، يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب إليه، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إليه، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مقصد إلا إليه، يا من لا منجى منه إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، يا خير المرغوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين على محمد وآل محمد.